السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فقره صحه الاطفال وحديث الولاده من برنامج سبيس تون مام. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن اسباب بكاء الطفل الرضيع وكيفيه التعامل الصحيح معه. في البدايه لازم نكون عارفين ان الاطفال الرضع بيستخدموا البكاء كلغه للتواصل. الطفل الرضيع لما بيعيط هو عاوز يقول لنا رساله معينه. الأم الشاطرة دورها هنا إنها تشوف الطفل ده ممكن يكون بيعيط ليه علشان نعرف نتصرف معاه بالشكل السليم. في الفيديو ده هقولك أشهر أسباب البكاء عند الأطفال الرضع وهقولك إزاي تتعاملي مع كل سبب منهم، بس خليني أقسملك الأسباب دول لفئتين. الفئة الأولانية الطفل الرضيع بيعيط للتعبير عن احتياجاته. زي إيه؟ أول حاجة الطفل الرضيع ممكن يعيط لو حاسس بالجوع، وهنعرف ازاي ان الطفل ده جعان. هيبقى ده معاد الرضع بتاعة الطفل، يعني الطفل ده مثلا بقاله ساعتين ثلاثة ما رضعش، فالطفل دلوقتي حاسس بالجوع. كمان لو الطفل بيرضع طبيعي وكمية الحليب في ثدي الام قليلة، ممكن الطفل يبقى بيعيط عشان جعان والام مش واخدة بالها. علشان كده لو طفلك بيتعصب او بيعيط وانت بترضعيه، لازم تاخدي بالك وتبتدي تعصري الثدي عندك وتشوفي هل كمية الحليب عندك كويسة؟ هل تدفق الحليب كويس؟ لو لقيتي كمية الحليب اللي بتنزل من الثدي قليلة، يبقى الطفل ده جعان وكمية الحليب اللي عندك في الثدي قليلة ومش مكفية الطفل. كمان لازم تتابعي عدد المرات اللي بتغيري فيها الحفاضة للطفل، لأن ده مؤشر مهم جدا يقولي إذا كان الطفل ده بيشبع وبياخد احتياجاته من الرضاعة ولا لا. وكمان مهم جدا متابعة نمو الطفل بانتظام مع طبيب الأطفال المعالج علشان نتأكد أن الطفل ده بياخد احتياجاته كاملة من الرضاعة. طيب لو الطفل بيعيط علشان جعان هنعمل له إيه؟ موضوع بسيط، مجرد الطفل ما يرضع ويشبع هنلاقي الطفل سكت وبقى كويس. يبقى أول حاجة تفكري تعمليها لو طفلك بيعيط، خاصة لو الرضعة اللي فاتت فات عليها وقت طويل، إن أنت تبتدي ترضعي الطفل. لو الطفل رضع وسكت يبقى الطفل ده بيعيط علشان جعان. تاني حاجة ممكن تخلي الطفل يعيط هو إن الطفل ده يبقى بردان، وده عادة بنشوفه في الشتاء خاصة في الأماكن اللي برد جدا. ممكن يكون الطفل ده عدد قطع الملابس بتاعته مش مناسبة أو خاماتها مش مناسبة والطفل ده بردان وبيعيط علشان بردان. في الحالة دي حضرتك حطي إيدك على جسم الطفل، هتلاقي درجة حرارته قليلة، وهنا الطفل بمجرد ما بتتقلي لبسه أو بتغطيه أو حتى بتاخديه في حضنك علشان يتدفى، بنلاقي الطفل هدي وبدأ يسكت. الحاجة الثالثة هو إحساس الطفل بالحر، وده بنشوفه في الصيف وبنشوفه كتير جداً، خاصة في الأماكن اللي ما فيش فيها تهوية كويس أو لو إحنا ما بنشغلش مروحة أو تكييف والطفل لابس عدد قطع ملابس كتير، الطفل ممكن يقعد يعيط ويصوت بسبب إحساسه بالحر. والحل هنا ان الطفل يقعد في مكان متهوي كويس، حضرتك تخففي ملابسه شوية، تشغلي المروحة، تشغلي التكييف، تفتحي شباك. مجرد احساس الحر ده ما بيخف عن الطفل، بنلاقي الطفل بدأ يهدى ويسكت. الحاجة الرابعة هو احساس الطفل بالنعاس او النوم. كتير من الامهات ما يعرفوش ان في اطفال لما بيحسوا بالنعاس او النوم بيبتدوا يعيطوا، وده سبب غريب شوية. وده تعرفيه ازاي؟ هتلاقي بكاء الطفل ليه وتيرة ثابتة، يعني بيحصل مثلا كل ساعتين او ثلاثة وليه نغمة ثابتة، نفس النغمة اللي بيعملها. وهتلاقي دايما الطفل ده بيسكت لما بينام، يعني الطفل ده بيعيط في كل مرة بيحاول يدخل فيها في النوم، وبمجرد ما بينام الطفل بيهدى. وبالمناسبة الحالة دي ما بتقعدش مع الطفل كتير، عادة بتتحسن بعد 3-4 شهور، بنلاقي الطفل بدأ يدخل في النوم من غير ما يعيط. والأطفال اللي عندهم صعوبات في النوم عندنا بعض الحاجات اللي بنعملها تساعدهم على الدخول في النوم بسهولة، منها الضوضاء البيضاء، زي ان حضرتك مثلا تشغلي السشوار او تشغلي الغسالة او حتى تشغلي قرآن في المكان اللي الطفل موجود فيه. اي حاجة ليها رتم ثابت وبيتردد بيساعد الاطفال على الاسترخاء والدخول في النوم. كمان لازم تتأكدي ان المكان اللي الطفل نايم فيه مؤهل للنوم، يعني مفيش اضاءة شديدة، لازم الاضاءة تكون خافتة، لازم الأصوات ما تبقاش عالية، تبقى برضو أصوات هادية. لازم توفري بيئة ملائمة للنوم علشان الطفل ينام من غير ما يعيط أو يبقى عنده صعوبات في النوم. الحاجة الخامسة حاجة الطفل لتغيير الحفاضة. ممكن حضرتك ما تاخديش بالك والحفاضة دي تتملي ويبتدي الطفل يحس بالبلل فيقعد يعيط بسبب الإحساس ده،
أو الطفل يعمل براز وحضرتك ما تاخديش بالك، وتلامس البراز مع الطفل بيعمل للطفل انزعاج جامد وتلاقي الطفل عمال يعيط. علشان كده لازم تاخدي بالك ايه أفضل معدل تغيري بيه الحفاضة لطفلك الرضيع. المعدل ده بيختلف كتير من طفل للتاني، ولازم تغيري بالمعدل الملائم لطفلك علشان طفلك ما يقعدش يعيط منك كل شوية. الحاجة السادسة، كتير من الأطفال بيعيطوا بمجرد الطفل ما يحس إن أمه بعيدة عنه. الطفل بيشم ريحة أمه من أول ما يتولد وبيتعرف عليها من خلال ريحتها. لو الطفل حس فجأة إن الأم مش موجودة ممكن يعيط، وفي الحالة دي الحل بسيط، حضرتك هتروحي للطفل وتشيليه، هتطبطبي عليه، مجرد ما هيشم ريحتك وهيتعرف عليكي هيهدى ويسكت. سابع حاجة هي الإحساس بالوحشة. يعني إيه؟ يعني الطفل كان نايم مثلا، يصحى يلاقي نفسه لوحده، مفيش صوت، مفيش ضوء، مفيش أي حد موجود حواليه، الطفل بيبتدي يخاف. علشان كده بنقول لما الطفل ينام لازم تخلي الإضاءة اللي موجودة في المكان تبقى خافتة، الإضاءة ما تبقاش ملغية تماما، لازم يكون فيه بعض الضوء، كمان لازم يكون فيه بعض الأصوات علشان تونس الطفل، زي إن إحنا نشغل القرآن. الطفل لو صحي ما لقاش حد جنبه ولا صوت ولا ضوء وحس بالوحشة هيبتدي يعيط. دي كده أشهر أسباب بكاء الرضيع للتعبير عن بعض احتياجاته. عندنا أسباب تانية لبكاء الرضيع، وهي إحساس الرضيع بالألم، ودي أسباب كتيرة جدا. منها أول حاجة المغص والانتفاخ والغازات عند الرضع، كلنا عارفين إن دي حاجة شائعة جدا مع كتير من الأطفال. هعرف إزاي إن الطفل بيعيط عشان عنده مغص وغازات؟ ليها علامات كتير. هتلاقي الطفل بيرفص برجليه وبيتني رجليه على بطنه، هتلاقي بطن الطفل منفوخة لو انت ضغطتي عليها، هتسمعي صوت كركبة أو صوت زغورة في بطنه، ممكن تلاقي الطفل بيخرج ريح كتير. كل ده يقولك ان الطفل ده عنده مغص وغازات وهو السبب في بكاء الطفل. طب ساعتها هتتصرفي ازاي؟ أول حاجة هتعملي تمارين المغص والانتفاخ، هتنيم الطفل على ظهره وتبتدي تعملي مساج بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة. التمرين الثاني تمرين العجلة أو البدال، برضو الطفل هيبقى نايم على ظهره وهتتني رجله على بطنه وتفرديها، هتتني التانية وتفرديها، وتفضلي تكرري الموضوع ده لمدة دقيقتين أو ثلاثة. هتلاقي الطفل هيخرج الغازات اللي موجودة في بطنه وهيرتاح وهيبطل بكاء. كمان هنا حضرتك ممكن تدي للطفل دواء المغص والغازات اللي طبيب الأطفال وصفه لحضرتك وبالجرعة اللي الطبيب محددها. السبب الثاني هو الإمساك وصعوبات الإخراج. سبب شائع جدا عند الأطفال إن الطفل عاوز يعمل براز ومش عارف، ان الطفل ده البراز اللي بيعمله ناشف او يابس او متحجر وصعب جدا في اخراجه، فالطفل ده بيحزق جامد، بيقتل جامد، بيحاول يخرج البراز ده وعنده الم شديد. في الحالة دي حضرتك هتلاحظي ان الطفل ده بيعمل براز بمعدل قليل، يعني بيقعد ايام كتيرة على ما يعمل، وهتلاحظي ان الطفل ده بيعمل براز عبارة عن قطع صغيرة صلبة وناشفة جدا. وفي الحالة دي حضرتك لازم تروحي لطبيب الاطفال، لان الطفل ده هيحتاج ياخد ملين علشان الامساك ده ما يزيدش عند الطفل ويسبب له مشاكل اكتر من كده. بمجرد الطفل ده ما بياخد الملين ويبتدي يعمل براز بالمعدل الطبيعي وقوام البراز نفسه يبتدي يبقى لين، بنلاقي البكاء عند الطفل اختفى تماما. السبب الثالث هو التسنين، وده سبب شائع جدا. في بعض الأطفال في مرحلة التسنين بيبقى عندهم أريفة ومزاجهم وحش جدا وبيعيطوا كتير، وفي الحالة دي هتلاقي بقية أعراض التسنين موجودة عند الطفل. هتلاقي الطفل بيعيط كتير، عنده صعوبة في النوم، هتلاقيه عمال يعض على الأشياء اللي موجودة حواليه، وبقية أعراض التسنين اللي كلنا عارفينها. طب الحل هنا إيه؟ إن إحنا نخفف ألم التسنين. هنعمل ده إزاي؟ حضرتك تغسلي إيديكي كويس بالمية والصابون، تدلكي اللثة اللي فوق واللي تحت لمدة دقيقتين أو ثلاثة، هتلاقي الطفل هدي وبقى كويس. أو حضرتك تجيبي للطفل عضاضة من الصيدلية تسيبيها في التلاجة 10 دقايق تبقى باردة وتديها للطفل يعض عليها، هتريح ألم التسنين عنده والطفل هيسكت. السبب الرابع هو التهابات منطقة الحفاضة، وده برضو سبب شائع عند كتير من الأطفال. في الحالة دي حضرتك بتبقي شايفة بعينيكي إن في التهاب موجود في منطقة الحفاضة، والطفل هنا مش هيسكت إلا لو عالجنا الالتهاب اللي موجود، لأن الالتهاب عامل ألم شديد للطفل. وفي الحالة دي لازم حضرتك تروحي لطبيب الأطفال يفحص الالتهاب اللي موجود، يحدد سببه ويحدد نوعه ويحدد علاجه المناسب. لكن هنا في نقطة عايز أقولها، قبل ما طفلك يجيله التهاب في منطقة الحفاضة
عندنا شوية تعليمات مهمة جدا تحمي طفلك من التهابات الحفاضة، أهمها إن حضرتك لازم تستخدمي كريم للوقاية من التهابات الحفاضة. أي كريم بيحتوي على مادة الزنك أوكسايد هيبقى كويس جدا. كمان حضرتك لازم تغيري الحفاضة بتاعة الطفل بانتظام، ولازم تجيبي حفاضة نوعها جيد ويكون مقاسها مناسب للطفل. لو حضرتك عملت الإجراءات دي هتحمي الطفل من الإصابة بالتهاب الحفاضة، وكمان هتريح الطفل من انه يجيله التهاب ويقعد يعيط كتير. السبب اللي بعد كده هو المرض. لو طفلك عيان او مريض اي عيا هيبقى الطفل ده بيعيط ويزن كتير مهما كان المرض ده. لو الطفل عنده نزلة برد، عنده التهاب في الاذن الوسطى، عنده نزلة شعبية، عنده نزلة معوية، عنده التهاب في الجيوب الانفية، اي عيا الطفل بيعياه بيبقى الطفل حاسس بألم، حاسس بالإعياء، حاسس إن هو مش طبيعي، والإحساس ده بيخلي الطفل بيعيط كتير. طب هعرف إزاي إن هو ده السبب؟ هتلاقي الطفل بيعيط وعنده أعراض مرضية، يعني الطفل مثلاً حرارته عالية، الطفل عنده إسهال، الطفل بيرجع، الطفل عنده رشح، عنده زكام، عنده كحة، وهكذا. لو طفلك ظاهر عليه أعراض مرضية مع البكاء، يبقى غالباً سبب البكاء هنا هو إحساس الطفل بالإعياء. وفي الحالة دي برضو حضرتك لازم ترجعي للطبيب المعالج يفحص الطفل علشان يحدد المشكلة عند الطفل ويحدد العلاج المناسب. آخر حاجة، لو طفلك الرضيع بيعيط عياط شديد جدا، بكاء هستيري، مفيش حاجة بتسكته، حطي في بالك ان عندنا بعض الأسباب الخطيرة جدا لبكاء الأطفال الرضع، زي حالات الانسداد المعوي أو الانغماد المعوي أو حالات الكسور والكدمات في حالة السقوط أو في حالة الحوادث أو في حالة الخبطات الشديدة أو حالات الفتق الإربي المختنق، وفي حالات تانية كتير زي دي. فالنصيحة هنا لو طفلك بيعيط عياط شديد جدا، مفيش حاجة بتسكته، بيعيط لوقت طويل، بيعيط عياط هستيري خارج عن المألوف، لازم حضرتك تاخد الطفل وتروحي لأقرب مستشفى أو لدكتور الأطفال يفحص الطفل ويتدخل معاه بالشكل المناسب. ربنا يحفظكم ويحفظ أطفالكم جميعا. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتكم منها. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، ولو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات. ولو عايزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تحملي تطبيق Space Toolbar.